مستقبله سيعادل. مرحبا بيك. زرت البركة سيعادل. عايشك سي جعفر. منين جيتنا سيدي؟ مش جديدة. مش جديدة. قريت لنا سنة. سنة سادسة ثانوي في البريود الجينيراسيون تاعنا كانت قبل فماك شعب القصيرة. تعمل الكتروتكنيك ميكانيك شعب القصيرة التقنية فهمت؟ بعدها دخلت مؤسسة خاصة بعد ما كملت قرايتي دخلت مؤسسة أجنبية خاصة. بعد تالي جات دورة نتاع حماية مدنية قدمت شاركت في المناظرة في كونكور وفقني ربي الحمد لله ودخلنا الحماية المدنية منذ سنة 93. أنت إطار في الحماية المدنية طبعا؟ إيه نعم إطار سامي بالحماية المدنية. إطار سامي بالحماية المدنية. معناتها نجمو نحكيو على عقيد شعار 3 نجوم. رائد. رائد. الرائد عاد فرشيشي. رائد في الحماية المدنية. سيد الرائد. سيدي. شنو اللي صار؟ يوم 5 جانفي 21 أنا في إطار العمل نتاعي في مؤسسة خاصة لهنا في الفجر بحذاك. قاعد في نقاش عمل في مع صاحب مؤسسة معايا زميلي صارت الحادثة غديك ما نجموش يعلموني مباشرة. قاعد كلموا زميلي عيطوا خرج برا بالهاتف قالوا له راهو بالنسبة لعادل حاول خرج من غديك هز وصلوا للدار راهو عنده هكا هكا ما تعلموش تعرف الحالة النفسية وكذا. دا يبسط لي في الامور قال لي ذولي فما ريشو نتاع غاز ولا شنو وصار تفويت وكذا هي لاباس قال لي لا لاباس الحمد لله ان شاء الله لاباس فما حد شيء من الفجه من هنا في اتجاه جديدة طول ما نعرفش سي جعفر كيفاش وصلت غاديكا الحمد لله خلطت الجديدة لقيت زملاء الحماية كراه الشرطة العباد قدام الدار يا ربي اش فهمت طلعت نجري أردتني كوهت شوية الحماية والماء يجري هابط ولدي اش فما دخلت نلقى الدار تحرقت ولدي قالوا لي راه دبز الغاز اي والعائلة وين شكون في الدار هنا مرتي وولدي فهم قالوا هزيناها من السبيطار مستشفى الحروق البليغة والإصابة في بنعروس خليتها الدنيا كلها كيك العبيد والجيران وزملاء الحماية كل مشيت جري لبنعروس خلطت لبنعروس دخلت غرفة تاع الاسعافات الاوليه لو تاع ليرجونس شو نقول لك سي هافر ولدي ما عرفتوش فالفاس ما من راسه ساقيه امه بجنبه كيف كيف كان الفم برك يتكلم ولدي قال يا بابا ويلك يا بابا ويلك خليتنا امه بالهكا قالت لي عاد يا عاد صار فينا يا عاد ويلك الحادث انه صار كيما الحوادث المنزلية الكل ولو انه الحادث اللي صار لي يكون يصير 1 على 1,000,000 الحادث اللي صار انه ماكينة صابون طاحت بسبب من الاسباب بتخدم الماكينة صابون مرات طيف الفطور تحضر حطت لي صابون في الماكينة الماكينة طاحت كي طاحت الماكينة جبدت معاها الطاولة والطارمة كل وجبدت دبوزة الغاز معاها تملص دبوزة الغاز الغاز تطيب والمرأة وقت في جانفي مش على الريشو طقس بارد الدنيا بارده حتى الريشو في الكوجينه باش تدفى به طيف الفطور تقفل تخيلوا دبوز الغاز تسيبت ولقيت النار حاضره قدامه ولدي فهمي نهارتها بالصدف ما قراش مشاش يقرا على فكره ولدي وقتها مش عدي الباك قرا تريمستر الاولى برك جاب 12 مويه 12-33 مويه قرا تريمستر الاولى برك نهارتها مشاش يقرا كي سمع تيح نتاع الماكينة وكل جا يجري وامه ساحت فرد ساحة خلات يجري يلقى ماكينة صابون تعرف انت ضو دور في الماكينة لوطا وما بزة واحد جرب نحل بيزة تاع الضو باش يقص على الماكينة وخلطت على دبوز الغاز بزيت تكشكش فهمتني هو تبس عليها بالضبط حبي يسكرها وهي شعرت فيه الكل تحصل الزوز في الكوجينة زدت تشعل دبوز الغاز الريشو الاخر وسطت النار شعل الكاوتش وتحصروا في التركينه تصور زوز بيبس غاز يشعلوا في زوز من الناس تشدوا بعضهم والنار تاكل فيهم صبروا صبروا من عرش ربك سبحانه انقذهم مازال عمر في الدنيا مازال حياه في الدنيا قتلوا في بك يا بجوا الدنيا باش الموت تحرقوا يديهم وجوههم ظهرهم
ما نعرفش كيفاش شدوا في بعضهم وحمد لله ربي وخرجوا. التو التو مرتي كان نسالها اقول لك كيفاش خرجت تقول لي ما نعرفش يجري. خوه مزيكي مشى الكبير تلفت يخزر في واحد فحمه اكحل بكل ما عرفوش محروق النار تشكل تشعل فيه ويقول له اجري لامي اجري لامي اجري لامي. لا حول ولا قوه الا بالله. فهم يتخلى في غيبوبه اسبوع اسبوع سو ماشي بالماكينات يخدموا فيه ونطلب السبيطار يقولوا لي اطلب رب يا رب. كل ما نطلب السبيطار يقولوا لي اطلب رب. اسبوع في غيبوبه بالماكينات لا يتنفس لا وعي لا كلام لا حركه. ربي سبحانه عائله كل تطلب في رب. قعدنا العانو تو 10 شهور من 5 جام في ليومني هذا. بريد الاولى نجيب له نبدل له في الفاس عنده الحروق زي ما تتبدل الضمادات الفاصمه زي ما نهار بعد نهار تخليها نهارين تخمش وتعمل الريح. نهار بعد نهار نجيب له دوزي فريمي زوز فريم للدار باش نبدل له. التبديل يا سي جعفر بالنسبه لولدي مش تبديل اسمه السلخان. راك انت تجبد الكومبريس والدم يجري راك يهبط وجهه هكا لوت الدم هابط يجري. اش باش نحكي لك معاناة معاناة كذبش عليك. مشيت للبريفي مشيت للكلينيكات جريت تصور انت ذناك قدامك تشوف فيه يموت نهار بعد نهار تشوف السلخان دمه يجري. كذبش عليك ما استنيتش مستشفى الأموي مشيت للكلينيك جريت صورت عملنا العملية الأولى والعملية الثانية. عملنا العملية الأولى ما نشحتش بحكم الجلدة محروقة ما شدتش. عملنا العملية الثانية عملنا عملية على ساقيه على كرومته على وجهه فهمتني. مشيت حوالي 3 شهور وانا بين كلينيكات ومساحات ما نحكي لكش فهمتني. وانتي تعرف انا موظف معناتها كذبش عليك خذيت قرض من البنك كملت القرض كملته. الحق العباد وقفت معايا اصحابي زملائي ولاد حومتي الكل كي نقول لك زملاء معناتها من جميع الاسلاك. الحق يرحم والديهم من بنزرت البنقردين لقيت تجاوب كبير ولقيت عاطف كبير فهمتني. اما الشيء كان اقوى منا اقوى منا. وصلت يا سي جعفر نهار بعد نهار نقضي بمليون سلع 800 دينار 700 دينار بين بونسموات وبومضات والله لا يوريها الحبيب. كل مرض يداوى وكل مرض يتجبر الا الحروق الا الحروق الله لا يوريها الحبيب. المطلوب تو السيد هذا ولدك وين؟ مستشفى الحروق مقيم التو. انا نشكرهم لطار شبه طبي كل في سبيطار الحروق القسم الجراحه والتجميل تاع مدام ساره اللويملي حقيقه نضحوا معاه ليزانفيرميير الطب. مش ثم استعاد لزراعه جلد هذيك العمليه اللي نعملوا فيها احنا تو هم هذه العمليه تنجح هذيك المشكله ما نجحتش. عملنا المره الاولى عملتها في الخاص في الكلينيك ما نجحتش. عملنا الثانيه في سبيطار الحروق وما نجحتش. الخلايا بتاعه ما مش تتجدد ما فهمناش يم الخلايا هو ضعيف هو دوريجين شوفوا قبل ضعيف. زاد المرض هذه تصور الزعف 40 كيلو يوزن. تصور انت بشر شباب يوزن 40 كيلو نوارت ولدي تحط يموت كل يوم والله يا سي جعفر يتمنى في الموت. لطف عليه قسما بالله ولا يتمنى في الموت. لطف عليه لطف عليه. هزيت طبيب نفساني جبت لي بسيكولوج للدار جبت شيء معناتها الطب كي تحكيوا معاهم ثم امل؟ ما نعرفش شنو مطلوب سعاد؟ شنو انت حاسس برايك خممتش في حل معناتها شنو ترى مثلا؟ كيفاش نجموا نحن نقفوا؟ هذا يخونا تو. انا نحب نهز ولدي للخارج. تحبوا يسافر البر؟ تحبوا يسافر البر. انت خونا، انت طفيت حرايق ما هي حرايق. انت طفيت حرايق ما هي حرايق. اي نعم. اليوم اليوم يلزم نطفيو لك حريقتك. هذا طف حرايق ما حرايق. هو واصحابه واحبابه والناس اللي يخدموا في الحمايه المدنيه الكل. اليوم شكل من اشكال الاعتراف انك انقذت ارواح بشريه من الغرق ومن الحريقه ومن الاكسيدون ومن كذا انه اقل شيء هي الاعمار بيد الله. واللي مكتبه ربي تو يصير. اقل اعتراف انه ناقفوا لولدك. نقول لكم حاجة، لو كان منعنا الطفل هذايا وكل مرة ناخذوا شاب تونسي
ونمنعوا ونعملوا لحمه بينات بعضنا ونحسب السيد عادل خونا باختلافاتنا الكل برحمه لعز عليكم لا تقسمنا شيء ولا يقسمنا شيء لا كوره لا حزب لا موافق لا ماكش موافق اموركم الانسان عندنا وليد بين حياه وموت هل سينتصر الانسان الليله ولا لا؟ حلقه سي عادل وحكايه ولدو فهمي مست برشا توانسه اثرت فيهم وخلت الشارع يحكي عليهم ويتعاطف معهم سواء بالاتصال بهم مباشره او بالاتصال بالبرنامج. مشينا لدار سي عادل نحبوا نتمنوا على فهمي صحته والاهم حبينا نعرفوا شنيا صار بعد الحلقه. السلام عليكم. شنحويلك؟ مرحبا. مرحبا بيكم لاباس الحمد لله. الحمد لله. ليلنا جينا نطلوا. مرحبا بيكم انتم ماما باهي مرحبا مرحبا نورتونا. شنحويلك لاباس صحتك لاباس؟ الحمد لله فهموش. مرحبا بيكم مرحبا. شنحويلك؟ سافا؟ لاباس عليك؟ هذايا نوار من عند الفريق بتاع البرنامج الكل. يعيشك شنحويلك صحتك لاباسة خير شوية توا شدف الله الحمد لله. قبل ما نحكيو عملوا بينا سي عادل ومرتو دورة في الدار عينا الأضرار اللي بالرغم مرور عام كامل على الحادثة لليوم ما زالت موجودة وبخلاف أنهم قريب يخسروا حياتهم في الحريق هذا خسروا برشا من تجهيزات دارهم الشيء اللي خلاهم يعيشوا في ظروف صعبة. جينا نطل عليكم على فهمي كما تفهمنا في البرنامج يظهر لي ما فماش ما يختلفوش اثنين على التفاعل اللي صار من العبيد وعلى الاحساس اللي حسيته العبيد بيه الحمد لله بميمته زاده كيف هذاك علي جينا نطلوا نطلع على هو انتم وعدتونا باش تجوا حدانا ومرحبا بكم ان شاء الله باش يكثروا جياتنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لكن انتم وليتوا من عائله البرنامج وعائله البرنامج وليت من عائلتكم اكيد 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 مرحبا بكم مرحبا بالاخوين الكل يعيشك كيش صار بعد الحلقه احكي لي والله بعد الحلقه اللي تعديت الحق تعاطفت معنا الناس الكل لقينا برشا تعاطف برشا تجاوب كلمونا برشا ناس اللي قراب جاوا زارونا وجاوا طلعوا على فهمي جاوا طلعوا علينا اللي بعيد بالتليفون بالمساجات ناس كل من تونس خارج من تونس من ايطاليا من تركيا من فرنسا برشا ناس شافت الحلقه وتاثرت برشا بالحلقه هو الحاله ما تستحقش حتى وصف ما تستحقش حتى تعبير الحق الحمد لله مازلنا نستنوا التفاعلات موجوده والوعود موجودة برشا وعدونا وبش يعاونونا وبش يقفوا مع فهمي وبش يقولوا حل نشوفوا كيفاش نلقوش طريقة للعلاج في الخارج وكذا لكن لحد الآن هو تو مازال في الحروق البليغة يمشي هو لحد الآن مازال في الحروق البليغة يبدل في الفاس من نهار بعد نهار اللي هي ذيك معضلة فهمي ولدي واللي هي عملت له متها كما حكيت ما فات مع في الحلقة توجيعة كبيرة آلام كبيرة يتعذب في كل تبديل بمعدل عبارة يومية معناتها نهار يتعذب فيه في السبيطار ونهار الثاني في الدار يخمم في غدوة الحي باش يصير فيه شن يستنى فيه غدوة الحي فهمتني والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وليدي نزل بحذايا وميت مزاد بحذايا والحمد لله الحمد. إن شاء الله ربي يسهل ونلقوا حل ونلقوا طريقة للشفاء والعلاج يا رب تشفي لي وليدي ولدي مسكين ما عادش لاقي حد كيفاش نجم يرقد لا على جنب اليمين لا على جنب اليسار إن شاء الله ربي يسهل لوليدي ونلقوا حل وإن شاء الله ربي يسهل له ويسخر لولاد الحلال وهنا نستنوا في رحمة ربي ونستنوا إن شاء الله في أهل الخير شكون ينجم يتجاوب معانا الحق كلمونا برشا ووعدونا باش يعاونونا وكذا وهنا نستنى هو الحاجة اللي نحمد عليها ربي إنه على القليلة فما تفاعل يعني إنه العبيد تفاعلت مع الحلقة طلبت سألت سألوا على حالته فما تبى تسأل هذا في حد ذاته حاجة باهية معناها نجم نقدمه بشوية بشوية بقدرة ربي نقدمه بقدرة ربي نوصله الحل إن شاء الله رب. إحنا زادة قدمنا إن شاء الله إن شاء الله وعنا شوية هكي أخبار باهية ان شاء الله يا رب ان شاء الله شويه اخبار بهي هو اللي يقصد دار كبيره احنا يقصدنا الحوار التونسي يقصدنا صفي قلبك كان عندنا امل في ربي وامل انه في الحس نتاعك متى باش توصل صوتنا وتوصل صوت ولدي صدقني هو ديما الامل في ربي قدره ربي راه اللي يشد في ربي ما يخيبش أكيد. هكا هو اللي يشد في ربي ما يخيبش احنا مالنا الا وسيله باش نحاولوا انه نعاونوكم نوصلوكم
قدرة ربي يبقى ديما الباقي الكل مربوط بتفاعل العباد كما كنا نحكي. عرفت انا جبت اليوم معايا ورد من عند ورود عبد الكريم بن صالح، هو ديجا تفاعل مع الحلقة وبعثها معناها ديجا عملها اغلبها ورد ابيض، خاطر الورد الابيض فيه الامل. امل هكا ولا ان شاء الله فهمي معناها بقدرة ربي احنا عندنا امل انه فهمي باش يتعالج ان شاء الله، وديما عندنا امل انه فهمي باش يوصل معانا قدرة ربي الحل باذن الله. باذن الله يا رب. انا جيت بخباير ان شاء الله خير. ان شاء الله خير قدرة ربي ما نجيو كان بالخير باذن الله. مش باش نعطيه لكم وحدي، باش نكلموا جعفور على الماسنجر. هو ديجا ما نحكي لكش يحب يكلم فهمي بيراه ان شاء الله يا رب. نطلب جعفور. عسلامة. عسلامة. سافا سافا. الدنيا باردة عندك؟ باردة باردة باردة. شلاح حوالك سافا؟ شو انا بحذا شكون؟ عفوا شامبيون. وينك خويا لاباس عليك؟ وينك شامبيون؟ الحمد لله سافا الحمد لله. انست بيهم انست بيهم. عايش هاي يا خويا، هاي كوراج كوراج. عايش يا جعفور يا اخوي. كوراج كوراج صاحبي كوراج. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. هاي مش وحده، هاي المدام سي عادل كما العادة. جعفور يا اخوي ربي يبارك لك، ربي يبارك لك يا جعفور. عايش هاي الورد وصل هاوكا، الورد وصل زيدا يا بابا يا بابا على الورد. وشو اسمع نوريك زيدا العائلة. شوبا يا فراش. ايه مو كيما تفهمنا عنا خبير عاد احنا خبير صغير هو هكا. نسكل تسمع فيك. نسكل تسمع فيك. سي عادل وقت اللي تعدى في برنامج صفي قلبك الحقيقة كفى ووفى نعم البو اللي كان محروق على ولده، معناتها والناس الكل تعاطفوا مع فهمي، الناس الكل اعتبروا اللي فهمي ولده، معناتها لي ميساج اللي وصلوا لي كومونتير التليفونات ما نحكي لكش، معناتها فريمون الناس الكل تعاطفت مع فهمي وتعاطفت مع الوالده نتاع فهمي تعاطفت مع الناس لانه فهمي طيش روحه، انا نعتبره بطل فهمي طيش روحه على خاطر ميمته حبي منع ميمته فهمتني، نعمل الوليد والوليد اللي مرضي الوالدين الناس ما تخافش عليه راهو فهمني، لازم اي حاجه تعملها في الحياه هذه عند ربي راهو باش يثيبك وباش تخف لك ناس فهمني، ولا من حيث ولا تدري. ما كنت نتمنى نكون موجود غادي من اليوم، عندي عرض انا في القروان وما نجمش نكون. انا اسمعني انا باش ندور لك التليفون، نحب الجماعه هما اللي يسمعوها. مرحبا بيك مرحبا بيك سي عادل. مرحبا بيك جعفور. مرحبا بيكم مرحبا بيكم. انا اليوم نحب ان نقول الفهمي اللي هو في مثابه ولدي وفي مثابه خويا الصغير فهمني، ولا نحب نقول لكم انتم كعائله فهمني، ولا راكم تعيشوا في بلاد مازال فيها الخير، مازال الخير في البلاد هذه ومازال الخير في العالم، ما غلطوناش بعضنا. انا نحب نصف بشره الفهمي باش نقول له يا فهمي راهو ثم شكون في الحياه ممكن ما تعرفوش وما قابلتوش، راهو ملي تعدات الحلقه قال انا باش نكفل بالدنيا الكل فهمني ولا، وباش يبعثوا يتعالج في اكبر كلينيك في تركيا مجانا فهمني ولا، وان شاء الله ربي الحمد لله. فرحة كبيرة ريناها في عينين سي عادل ومرتو، والفرحة الأكبر عند فهمي، فرحة ريناها في دموعهم اللي ما تحكموش فيها بعد الأخبار اللي سمعوه، برشا أمل برشا فرحة وبرشا تطلع لأنه المستقبل باش يكون خير وفهمي باش يتحسن وضعه الصحي. الحمد لله. هذا نعتبره انتصار كبير برشا للإنسان والإنسانية. الله يرحم والدين أي إنسان عاون من بعيد ولا من قريب، وقف للعائلة هذه وقف الفهمي، ويا فهمي باش نتقابلوا، ويا فهمي باش نرجع نتصور، ويا فهمي باش نرجع فهمي ولا الضحكة والتبسيمة. أقسم بالله إن شاء الله يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. ونتعداو في التلفزه اخويا ومرفوعين الراس ان شاء الله ربي يبارك لنا. وريه لنا وين مرسومه
وين مرشومة جعفورة؟ وين وين هاي وين؟ هذيك هي. الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. مبروك. الحمد لله، الحمد لله يا رب. الفرحة عاشوها العائلة كاملة اللي كانت مجتمعة في دار سي عادل، وتخلطت الدموع بالضحكة والألم بالأمل. يا رب الحمد لله، فرحتنا الليلة وفرحتونا. إن شاء الله ربي يشفي لي وليدي ويشفي لي مريتي يا رب. إن شاء الله يرجع لنا سالم غانم، إن شاء الله ربي يسهل لنا في الخرجة. الحمد لله يا رب، الحمد لله. بالضبط هذه هي باش نربطوا عليها كلمة ربي عنده كل خير. تو إن شاء الله أختي هالة جبت لنا الخبر الباهي وفرحتنا، وما نكذبش عليك أنا الفرحة والصدمة كبيرة برشا. بو ما نعرفش كيفاش على قريب، شنو لازمني نعمل، شنو نحضر، ما عادش ما فسر لي شنو وين باش نمشي، الوجهة وين. باهي الوجهة باش تكون تركيا. عنا رحلة إن شاء الله مش باش تكون طويلة، إن شاء الله مش باش تكون طويلة. شوية تحضير أوراق، فما الدوسي ميديكال متاع فهمي باش نبعثوه، باش ناخذوا منه كوبي وباش نبعثوه لمدام عايدة تتعرفوا عليها. هذه المرأة اللي أمنت، نحكيوا على مرأة أمنت ووقفت وقفة صحيحة الفهمي، وفي الدوسي متاع فهمي باش نبعثوا لها الدوسي، باش نشوفوا نسقوا مع الكلينيك هذايا اللي باش ياخذوا الحكاية الكل أون شارج. فسرنا لسي عادل شوية من المسيرة اللي تستنى فيهم قبل ما نوصل للهدف متاعنا واللي هو علاج فهمي. فهمي باش يكون عنده ستاف ميديكال كامل فيه خيرة من أطبائنا التوانسة ومن جنسيات أخرى، باش يوصلوا معاه بقدرة ربي الحل. إن شاء الله يا رب. واضحة؟ أنتم تو باش تحضرونا لي باسبور، دوسي ميديكال كوبي منه، ومن بعد نبداو بتيتا بتي نطلبوا كل مرة حاجة، هما شنو باش يستحقوا، باش تدخلوا أنتم بالطبيعة على اتصال بهم. خرجنا من دار سي عادل وخلينا لهم فرحة، لكن تستنى فيهم وفينا برشا تحذيرات. الموضوع ما كان سهل، لأنه المركب الصحي اللي تكفل بحالة فهمي في تركيا ميديكال بارك علمونا أنه حالة ورحلة علاج فهمي بعد اطلاعهم على ملفه الصحي باش تتكلف ما يقارب 600,000 دينار كمرحلة أولى. كفلوا هما ب 80% من قيمة العلاج هذا، ويقعد الباقي عملنا فيه على التوانسة اللي تعاطفوا مع حالة فهمي، وهما اللي كانوا السبب الأول باش خلاوه اليوم يسافر وياخو فرصة للعلاج البرا، لكنه مازال يستحقهم باش يزيدوا يعاونوه، لأنه رحلته مع العلاج طويلة ومكلفة. من الناس اللي تعاطفوا مع فهمي مدام عايدة الكعلي اللي كانت همزة الوصل بين فهمي وعائلته والميديكال بارك، بخلاف مجهوداتها في أنها تعاون بو فهمي في أنه يجمع مساهمته في علاج ولده من جهة، وتسرع في أوراق سفر فهمي من جهة أخرى.
قلب تونسية اللي آمنت بفهمي وحبت تعاونه واللي كانت وسيط في عملية تسفيره باش ترافقه خلال فترة علاجه. احنا كيفاش تحصلنا عليه؟ الوالدة تفرجت في الليميسيون تاع جعفر القاسمي، اتصلت بيا وقالت لي تنجموش يتعاونوا عايش بنتي، وانا كلمت مدام عايده خاطر ما عندي حتى كونتاكت بجعفر القاسمي. مدام عايده الكعلي اللي عاونتني برشا واللي تفاعلت هي زاده هي وجعفر القاسمي وتواصلنا مع المريض. الجروب نتاعنا تفاعل برشا مع حاله فهمي وقرر انه هو ياخذوا اون شارج بنسبه 90% بالمرحله الاولى اللي هي ان شاء الله باش تدوم على 4 أشهر يكون اوسبيتاليزي في عندنا لهنا في الكلينيك. دونك في المرحله هذه باش نحاولوا نسكروا لي بلي نتاعو ونحاولوا نرجعوه ان شاء الله يقف على ساقيه كما كان قبل. فهمي باش يخضع لعدد كبير من العمليات يشرف عليها عدد من الاطباء من اختصاصات مختلفه، والاشراف الكل باش يكون للدكتور التركي بوراك سيرجان ارتشين. بلاستيك جراحي uzmanıyım. Yaklaşık 1,5 senedir Pendik Medical Park'ta plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi departmanı yürütüyorum. Hastamız bize yaklaşık bir seneye yakın süre önce bir patlama sonucu oluşan bir yanık ile geldi. Orada belli bir süre tedavi almış, belli yerlerinin yaraları iyileşmiş. Şu an aktif olarak bize gelme sebebi bacaklarında ve vücudunda iyileşmeyen, uzun süredir mevcut olan yaraları ve yanığın ileri dönem sekeli dediğimiz yüzünde belli deformiteleri ve ellerinde kapatamama şikayetleri. Yanığa bağlı, çekintilere bağlı. Şimdi uzun bir tedavi süreci bizi bekliyor. Öncelikle sık sık zaten anesteziyle pansumanlı alıyoruz ağrıları çok olduğu için. Öncelikle bu yaraları kapatılacak. O yaralar kapatılırken bu süreçte bizim plastik cerrahide kullandığımız bir teknik var. Doku genişletme tekniği dediğimiz. Vücudunda belirli bölgelerin altına şişirilebilir protezleri koyacağız. Onları haftalar içinde şişireceğiz. Yeterli genişliğe ulaştığı zaman onunla elindeki çekintileri açacağız ve yüzüne belli bölgelere naklederek yüzünün cildini değiştireceğiz tamamen. Planımız bu. Yaklaşık 3-4 ay kadar en az burada yatacak. Bizle beraber bu süreci geçirecek. İnşallah da burada onu en azından eskisine yakın tamamen iyileşmiş bir şekilde ülkesine yollayacağız. Medical Park هو خدي اون شارج بروميير بارتي نتاع علاج فهمي، وانا عندي ثقه كبيره في المؤسسات التونسيه اللي هي تكون معاه وتواصل معاه المرحله الثانيه ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله فهمي يرجع كما قبل واحسن من قبل ويكمل قرايته ويقوم لاباس. حبيت زاد نقول حاجه اخرى، نحبكم تشوفوا لي كونديسيون اللي فهمي ديجا قاعد فيها هو والوالده والوالد نتاعو لهنا، الحمد لله يا ربي الي تري بيان، وهما كوم اون فامي سون تري تري بيان اكويي لهنا. في الجروب فما معانا مش كان انا كهو، فما زاد برشا عباد اللغات الكل موجودين، يعني التوانسه كيف يجيو مش باش يلقاو مشكله في اللغه، خاطر من العربي للفرونسي لونجلي كل شيء موجود، اللغات الكل موجوده. انا معايا بالنسبه للغه الفرنسيه معايا مدام بيتشول اللي ديما موجوده حتى هي، دونك ان شاء الله مرحبا بالتوانسه الكل، واحنا كيما عاوننا فهمي وعاوننا توانسه قبل من هنا نقول لهم نحييهم يعكوا رواحهم هما، مستعدين باش نعاونوا اللي نجموا اللي نقدروا عليه، وانا كتونسيه بنتكم قبل كل شيء، حتى كان انا نسكن لهنا في تركيا ونخدم في تركيا، اما انا بنتكم ومنكم وان شاء الله اللي نقدر عليه معاون ان شاء الله التوانسه الكل يا رب. اليوم وصلنا المرحله هذه، نقول احنا مرحله اولى والحمد لله. الصعيب تعمل انك تخرج من تونس، انك توصل لتركيا، توصل مساحه استشفائيه، مساحه استشفائيه باش نحكي لكم معناتها ولا اروع، خدمات ولا اروع، ضيافه، حسن استقبال، نحكي لكم معناتها حاجه بسيطه ياسر، فهمي من الطياره ما هبطش، فهمي في الطياره يطلعوا له لي زومبيلونسي يهبط معزز مكرم، لومبيلونس تحت الطياره تستنى فيه، من الطياره للسبيطار ديريكت، معناتها ظروف اقامه وراحه نفسيه وجسديه خارقه العاده، لهنا فرحانين بينا ما نحكيلكمش، المساحه هذه ميديكال بارك اللي تكفلت بالاقامه والاعاشه
لي انا وفهمي وامه معناتها لهنا ساكنين نقولوا احنا الاقامه واللي عاشه كل ظروف ما هو العمليات الطبيه من استشفاء من تبديل متى تغيير الفاسمات من كل ما لازم العلاج الطبي فهمتني متكفله به المساحه هذه نجم نقول بنسبه 80-90% متكفله بها المساحه هذه جوست تبقى فما نسبه قليله يلزمنا 20% احنا نكملوها احنا والخيانه باش يقفوا معنا باش يعاونونا اللي هو كل ما هو الات طبيه ولربما ادويه اللي هم بيدهم ما عندهمش هنا يستوردوا فيها من برا من الخارج ولا يجيبوا فيها ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ربي يقدرنا ونخطوا وننقذوا فهمي كما قلت قبيله الحمد لله صعيب تعمل وصلنا لهنا ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله ربي يشفي لي وليدي ويرحم والدين ويرحم والدين كل من ساهم من بعيد او من قريب نشكر الدكتوره منى بن عبيد حقيقه تونسيه ولا اروع تونسيه ولا اروع اللي من تركيا من هنا معناتها لا تعرفنا لا نعرفوها جيست وصلها ميساج من والدتها اللي شافت الحلقه قالت لها يا منى شوف الحاله هذه وبعد احكم الحق تفاعلت معنا ونصت مع الخيان في الحوار التونسي مع جعفر القاسمي مع الستاف معاه الكل اللي يخدموا وسهلونا الرحله هذه وكانت رحله ممتازه ومريحه الحمد لله وصلنا تو لهنا نشكر خيالنا الاتراك ستاف ميديكال الاطار الاداري لهين بينا له وخاصه بلغتنا احنا في تونس ماشيين جايين علينا تحقوا شي حاجه فاهمي بشي حاجه عنده شي قلق عنده شي كذا صدقوني 24/24 وهم لهين بينا الحمد لله ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب ان شاء الله نجم نكملوا العلاج فاهمي وان شاء الله بدني يتجاوب ونتعداو المرحله الصعيبه هذه اللي وصلنا لها في اخر ايامنا قبل ما نجوا من تونس فاهم وصل المرحله نتاع احباط على الاخر فاهمي وصل لي يتمنى في الموت يتمنى ما عادش نجم يقف على ساقيه الحمد لله ان شاء الله اليوم بحول الله نوصلوا الحل ونوصلوا الطريق الحمد لله ما نحبش نبكي خاطر انا فرحان ومرتاح نفسانيا والحمد لله معناتها الشيء اللي لقيته في تركيا ما يتوصفش ان شاء الله مازال العلاج طويل شوي فهمي راهو حسب حكيت مع الطب لهنا العلاج نتاعو باش يتواصل على عام واربع شهور على مراحل اول فتره هذه باش نعدوها في تركيا هي اربع شهور مبدئيا باش نحاولوا نرتاح شويه ماكل الجروح وكل حروق وكل الدم اللي يجري ويقف على ساقيه فهمي وبعد تالي ربما نتعدوا المرحله الثانيه اللي هي ربما الاستيتيك تعرفوا اللي فهمك تحرق في وجهه ما عندوش اثنين وجهه تشوه خشمه تشوه فمه ايديه مشوهين رحلة علاج فهمي ما زالت طويلة وما زال في حاجة لدعم التوانسة ماديا ومعنويا وان شاء الله بعد اربع شهور نستقبل فهمي في بلاتو صفي قلبك وهو بكامل صحته وعافيته